هذه النية على كل صالحة جامعة شاملة لخيرات الدنيا والآخرة وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: أفضل ما قلته أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، محمد رسول الله، محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. شرف وكرم ومجد وعظم ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله أجمعين. كلمة حق عليها نحيا وعليها نموت بها نبعث إن شاء الله تعالى من الآمنين. آمين آمين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، آمين، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، آمين، ولا تجعل فينا ولا منا ولا معنا ولا إلينا شقيا ولا مطرودا ولا محروما، آمين. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم، آمين، ونعوذ بك مما استعاذك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم عبادك الصالحون، وأنت المستعان وعليك البلاء، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. آمين. اللهم اجعل سيئاتنا سيئات من أحببته، ولا تجعل حسناتنا حسنات من أبغضته. اللهم اهدنا لأحسن الأعمال والأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيئها. آمين. لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. آمين. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين بجاه حبيب الله رب العالمين. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها، آمين، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة، آمين. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين، آمين. ربي اغفر وارحم وأنت خير الراحمين، آمين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، آمين. ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم، آمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.